بين الحين والآخر تعاود ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفها على القرى المأهولة بالسكان شمال وغرب محافظة الضالع. هنا شيع أهالي قرية بيا شرق مريس ضحية جديدة من ضحايا القصف العشوائي لميليشيا الحوثي الانقلابية، أم لأربعة أطفال استشهدت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها وهي بالقرب من منزلها يوم أمس بعد يومين من استشهاد طفل في السابعة من عمره برصاص قناص حوثي، بينما كان الطفل يلعب مع أقرانه بجوار منزله في قرية الجروف شمال منطقة مريس. وهو قبل أسبوع تم إطلاق على طفل في منطقة الجروف اللي هو فيصل والفيصل المطار، وهذه المنطقة متضررة من هذه الميليشيات الإجرامية المتعددة. يتم إطلاق الرصاص على السيارات، يتم إطلاق الرصاص على البيوت، يتم إطلاق الرصاص على البديان، ولذلك نحن نطالب أن ترفع هذه الميليشيات من هذه المنطقة. لجوء الميليشيا الانقلابية لقصف القرى واستهداف الأبرياء يأتي في ظل عجزها المستمر عن مواجهة قوات الجيش والقوات المشتركة في ساحة القتال الممتدة في جبهة الضالع. الميليشيات الحوثية بعد فشلها وانكسارها أمام صمود مريس وتقهقرها وتكبيدها خسائر فادحة لجأت إلى القصف العشوائي لمنازل المواطنين ومصالحهم. أكثر من 5 سنوات وميليشيا الحوثي الانقلابية تمارس جرائمها بحق المدنيين في مناطق متفرقة من محافظة الضالع، وتحتل منطقة مريس المرتبة الأولى في قائمة المناطق التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وسط صمت حقوقي ودولي. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع.